هذه الاستعدادات هي كباقي الاستعدادات الاخرى ديال المناطق الامنيه على صعيد ولايه امن الدار البيضاء وعلى ربع على نطاق ديال ربع المملكه. هذا بالاضافه لواحد الدعم اللي مدتنا به المديريه العامه للامن الوطني سواء من ناحيه ديال العنصر البشري او من حيث الاسطول كما كتشاهدوا هاد الدراجات الناريه وكذلك مجموعه ديال السيارات الخصوص السيارات اللي هي خفيفه. هذا بالاضافه لبعض المعدات كلها عمل اللي غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون يؤدي الوظيفه ديالو في الشارع العام حفاظا على امن وسلامه المواطنين. وكنتمنوا لكم سنه سعيده لكم ولجميع المواطنين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.